في بعد كده معانا ابرز اللاعبين تاريخيا بقى اللي ارتدوا قميص النادي الاهلي الاول، اللي ارتدوا الاول قميص النادي الاسماعيلي وبعد كده راحوا النادي الاهلي. نعم. ومعانا ابرز اللعيبه في الفتره الاخيره يعني اللي ارتدوا الاول النادي الاهلي بعد كده راحوا الاسماعيلي، اللي لعبوا للاسماعيلي الاول 16 اللي لعبوا للاسماعيلي الاول وبعد كده راحوا الاهلي 16 لعيب. كابتن خالد بيبو، احمد خيري، عبد الله السعيد، شريف عبد الفضيل، مصعد عوض، محمد عبد الله، محمد بركات، سيد معوض، عماد النحاس، احمد حسن، اسلام الشاطر حضرتك، احمد فتحي، جون انطوي، عمرو السليه، مروان محسن، احمد حجازي. دول في الفتره الاخيره اللي انتقل او لعبوا للاسماعيلي الاول وبعد كده لعبوا للنادي 16 الاهلي. 16 لعيب. لكن العكس بقى، النادي الاهلي اللي لعبوا الاول للنادي الاهلي وبعد كده راحوا للنادي الاسماعيلي. احمد سامي، احمد رجب، 27 لعيب. احمد سامي، احمد رجب، احمد سراج، سامي قمصان، محمد شرف، مجدي طلبه، روبرت اكوري، هاني سعيد، ابراهيم سعيد، شادي محمد، محمد فضل، محمد عبد ربه، احمد سمير فرج، رامي عادل، محمد جوده، عصام الحضري، محمد ابراهيم حجازي، احمد صلاح حسني، احمد ابو مسلم، احمد صديق، احمد العش، محمود شيكو، عبد السلام بن جالون، عفروتو، امير سعيود، واخر اثنين شريف حازم وكريم بامبو اللي هو موجود حاليا. ففي 27 لاعب لعبوا الاول للنادي الاهلي وبعد كده راحوا النادي الاسماعيلي. نعم. ده عبر التاريخ يعني.